مساء الخير، هنبتدي الجلسة إن شاء الله. الجلسة دي إن شاء الله هتاخد تقريبا ساعة. عندنا panelists بسم الله ما شاء الله، يعني رؤساء الإدارات والauthorities اللي عندنا، وممثلين من القطاع الخاص، وكمان ممثلة من مجلس النواب، كمان وزارة المالية. احنا بنتشرف بيكم وسعداء انكم معنا النهاردة ان شاء الله. هنبتدي، هندي الكلمة الاولانية للممثلين الجهات الرقابية والحكومة، وبعد كده القطاع الخاص ان شاء الله. بعد ما نخلص الفترة دي من الديسكشنز مع البانلست ان شاء الله، هنفتح الاسئلة للسادة الحضور إن شاء الله. أنا أحب أبتدي باللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرقابة على الصيدلة والواردات. حضرتك يعني ممكن دقيقتين ثلاثة تعقيب على اللي حضرتك سمعته النهاردة، والجهود اللي بتقوم بها الهيئة الأيام دي على في الامور اللي بتخص الخطه اللي بنتكلم عليها ان شاء الله النهارده. اتفضل. السلام عليكم. طبعا انا بشكر تواجدي النهارده مع المجموعه الكريمه دي، مش هقول اسماء عشان كلهم اساتذتي في كل مجال يعني. انا هعلق على الموضوع في دي عشان ما اخدش وقت الناس. بالنسبه لاداره المخاطر، الدكتورة عبلة قالت ان إدارة المخاطر الجمارك بدأت فيها، هي فعلا إدارة الجمارك بدأت فيها بقى لها فترة. انا بصفت احد الجهات الرقابية احنا شغالين حاليا موجود وفد من الحكومة الكورية، منحة عن طريق وزارة التعاون الدولي، موجود حاليا في الهيئة الثاني مرة، كان موجود قبل العيد وموجود النهاردة، وبكرة عنده زيارة لمينا اسكندرية عشان ينهي كل المنظومة، وان شاء الله عشان تتفاعل معنا لمنظومة إدارة المخاطر للسلع الصناعية. بالنسبه لسماح المؤقت الضروباك، طبعا الهيئه العامه للرقابه على الصيدلات والواردات ليس لها دور نهائي في سماح المؤقت الضروباك، كله خاص بمصلحه الجمارك. بالنسبه للمواد الكيميائيه، كنا قلنا ان هي عشان الاجراءات الامنيه، احنا عشان نسهل شويه الاجراءات الافراج عن المواد الكيميائيه، تم انشاء معامل في كل المواني حاليا. كان اخر معمل بالنسبه للمواد الكيميائيه في ميناء نويبع للافراج عن المواد الكيميائيه. انا بالنسبه للمواد الكيميائيه اللي بتعرض طبقا لمنشور 26 او بيتعرض على الهيئه ماهيه الصنف الخاص بالجمارك، بيتم الانتهاء من التحليل خلال 24 ساعه فقط لا غير. واي حد عنده اي تاخير في 24 ساعه من ساعه وصول العينه لغايه المعمل واخذ النتيجه، احنا موجودين في الهيئه، موجودين 24 ساعه في حل المواد الكيميائيه منشور 26. الهيئه دورها بينتهي بيكتب في التحليل اللي هو مواد ثنائيه الاستخدام او مواد مفرقعه او معادن ثمينه فقط. باقي الاجراءات خاصه بالجهات الامنيه، الامن العام والجمارك، ليست خاصه بالهيئه. بالنسبه للدكتوره عبله اتكلمت على النماذج، النموذج الصادر والخاص بالهيئه فقط لا غير، النموذج الاحصائي. الهيئه تبقى اللائحه 77 مسؤوله ان لازم كل واحد مصدر يسلم الهيئه نموذج احصائي. كان في قرار لوزير التجاره والصناعه 835، وده كان بيقول لمصلحه الجمارك تتبادل البيانات الكترونيا مع الهيئه العامه للرقابه على الصيدلات والواردات. القرار اتاجل لفتره، ومعالي وزيره التجاره والصناعه من حوالي سنه طلعت جواب للسيد وزير الماليه ببدء تطبيق هذا القرار. كنا قعدنا مع مصلحه الجمارك وقعدنا مع منظومه نافذه، ووصلنا للحل في الاخر ان كل النموذج الاحصائي ده انا لست في حل انا عايزه، لان موجود عندي في نموذج السيد قدامي، بس مطلوب بعض الاجراءات التكنولوجيه او تكنولوجيا المعلومات تتنقل عندي، وده شغال مع الدكتوره منى، يمكن هي تعلق فيه بعد كده، وشغال مع الدكتوره منى وعلى شركه منظومه نافذه، لان بعد كده انا عشان اسهل اجراءات للمصدر انا لست في حاجه لنموذج السيد خالص نهائي، لان نموذج السيد بيبان عندي، بس المشكله ان بيبان عندي انا ماليش اي صلاحيات خالص ان انقل البيانات عندي، ولسه شغالين مع منظومه نافذه بهذا الاجراء. الهيئه طبعا شغاله في كذا اجراء بالنسبه للمصدرين بالذات يعني، وكان اخر لقاء كنا مع جمعيه رجال اعمال اسكندريه مع الاستاذ محمد الهنو، وقلنا حاجات كتيره قوي. يمكن شغالين مع اليو اس اي 8 بنعمل معمل لقياس البصمه الكربونيه، يمكن ده خلاص في الاطار النهائي خلاص دلوقتي الحمد لله، وكنا قاعدين مع استاذ سامع منعم والمهندس رشيد لهذا الموضوع. ان شاء الله يبقى معمل اضافه للصادرات المصريه، الاتجاه حاليا في كل الدول الاوروبيه بيضع قيود على السلع، اخر حاجه الخمس سلع الاساسيين اسمنت وحديد والومنيوم واسمده. فطبعا بنشكر المعونه على هذا المعمل، وده احد الانظمه، احد المشاريع اللي شغال مع المعونه يعني.
شغالين برضو حاليا مع ليونيدو. كان حصل ان مصانع الملابس الجاهزة عندها مشكلة في بعض البراندات بتطلب التسجيل في بعض المنظمات زي منظمة ZDHC والجودس والLWG علشان يصدروا المنتج بتاعهم للخارج. كان لقينا ان الدولة المصرية بتدفع حوالي حوالي 200 ربع مليون دولار سنويا لهذه التحليل، والمعملين دول واحد موجود في تركيا واحد موجود في تونس. تونس ما عندوش حد يسحب العينة هنا، انما المعمل الاخر في تركيا عنده حد يسحب العينة. العينة بتتحسب على صاحب المصنع بحوالي بتوصل ل 10,000 دولار. الحمد لله مع ليونيدو وصلنا بالكتير على شهر 8 او 7 اللي جاي هتكون الهيئة مشتركة في هذه الثلاث جهات عشان نقدر نحلل للمصانع ديت هذه التحليلات الخاصة بمياه الصرف الصناعي ان هو بتكون توافق بيئيا. وده اعتقد هيكون اضافة قوية جدا للثلاث مجالس التصديرية. كنا احنا قاعدين اخر اجتماع مع المجالس التصديرية للمفروشات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وكنا قاعدين مع غرف الصناعات المواد الكيميائية لهذا الموضوع. والحمد لله وصلنا لحاجات كويسة جدا. الهيئة وفرت كل الاجهزة، بتعدي الاجهزة بتاعتهم كانت حوالي 65 مليون جنيه، وكان في بعض المواد الكيميائية هتوفر خلال الشهر الجاي ونبدأ الاعتماد ان شاء الله، وده هيبقى اضافة قوية جدا. طبعا بالنسبة الافراج الجمركي بالمعامل، كان في توجيهات لفخامه الرئيس بانشاء معامل مركزيه في كل الموانئ. كانت الهيئه بدات 2018 انشاء تطوير المعامل اللي كانت موجوده فعلا في الموانئ، تكت بحوالي 360 مليون جنيه مصري، وتم الانتهاء من 2020 لما فخامه الرئيس امر بانشاء معامل مركزيه في كل الموانئ. كانت هذه المعامل كلها خاصه بالهيئه القوميه لسلامه الغذاء والحجر الزراعي والهيئه العامه للرقابه على الصوت والردات وهيئه الطاقه الذريه. المنظومه دي كلها تكلفت حوالي مليار و200 مليون جنيه، تم الانتهاء منها بالكامل. وكان دولة رئيس الوزراء فتح المعمل بتاع العين السخنة، وده كان إضافة قوية جدا. كان شيف معمل صناعي في العين السخنة كان بيضيف حوالي زمن إفراج لكل صنف فوق العشر أيام لوحده، زمن وصول العينة سحب العينة وصول لغاية المعمل. المعمل العين السخنة فتح حاليا في شهر مارس اللي فات، ولما جينا بصينا على معدات الأداء كانت دكتورة منى بعتنا معدات الأداء في العين السخنة كانت بتأخر، لما درسناها ما بين شهر مارس شهر ابريل قلت حوالي الربع بالظبط، يعني قلت بتاخد زمن الفحص الخاص الموجود في المواصفه فقط لا غير. فده طبعا اضافه قويه جدا للمعامل. اسكندريه طبعا اكبر مينا تاني عندي اسكندريه، كان في كل اللي فيه 7-9 معامل فقط لا غير، النهارده في 29 معمل. وكان برضه دور رئيس الوزراء زار المعمل عندنا هناك معمل الدخيله، وكل الاضافات دي اعتقد بتسهل زمن الافراج الجمركي. شكرا. بشكر حضرتك. بشكر حضرتك لواء عصام النجار. دلوقتي عايز اطلب من الدكتورة اماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وقائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية. شكرا جزيلا. اولا انا بشكر المعونة الامريكية وبشكر بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بشكر المعونة الأمريكية وبشكر مركز المصري للدراسات الاقتصادية. الحقيقة العرض اللي عملته الدكتورة عبلة يمكن لما بدأت تنهي بالنتائج وفلسفة الإصلاح والخطوات المطلوبة يمكن ده كان الهدف الرئيسي من الدراسة، ان احنا نتكلم على مناخ كل الناس القطاع الخاص والحكومة وموظفين الحكومة القائمين على تنفيذ النظم والتشريعات نفسهم يقدروا يشتغلوا. ويمكن انا حضرتك تكلمتي على تجارب الدول، انا هرجع لتجربه مصر في الفتره من 2000 ل 2010. الحقيقه ان الفتره دي يمكن احنا في 2007 دونج بزنس اجراءات التجاره عبر الحدود احنا عملنا قفزه وصلنا للمرتبه 94 وما تاخرناش غير بعد 2014. يعني احنا بعد خدنا فتره بنتاخر بهدوء جدا، لان احنا كنا كجهات وكمسؤولين وكقطاع خاص عندنا بيئه نقدر نشتغل فيها كويس جدا. ده بعد فتره خد شكل مختلف، ويمكن حضرتك قلت القطاع الخاص متهم، القطاع الخاص متهم والموظفين متهمين دائما وابدا، ودي مشكله كبيره جدا. ان انا وانا بحط اي اجراء وانا بنفذه انا دماغي كلها هو انا هتحاسب عليه ازاي من كل الاطراف، من القطاع الخاص ومن الجهات الرقابيه على اختلاف انواعها. فده مناخ احنا محتاجين كلنا نتكلم مع بعض ازاي نحله، لانه ده معوق بشده. النهارده لما بقول لواحد اعمل كذا ممكن اصغر واحد يقول لي حضرتك امضي لي ان انا اعمل كذا عشان ما ينفعش، مع انه التشريع واللائحه والقانون بيقولوا كده. فالبيئه العامه اصبحت مثبطه لاي نشاط سواء للقطاع الخاص او لقدره الموظف ان هو يطلع لقدام ويحل مشكله.
هو بيحل، هو بيستنى حد يمضي له يحل المشكله ويمضي له ان هو ده متوافق مع قوانين التشريعات. ودي من اهم الحاجات اللي احنا لازم نتكلم فيها. احنا يمكن برضو هرجع تاريخيا، لما بدانا برنامج اصلاح التجاره الخارجيه سنه 89، مصر كانت خارجه من حظر استيراد ويمكن حظر تصدير، اجراءات قاتله للتجاره والاقتصاد. لكن بدات تدريجيا التسعينات، ومع بدايه الالفينات الحقيقه احنا يمكن كوزاره التجاره كان معانا مشروع اصلاح التجاره، استاذ رشيد كان موجود وقتها من 2002 ل 2010، كان تطوير اي اجراء ودراسه اي تجربه مهم جدا عشان نعمل اجراء. وكان عندنا دايما الليفل اللي فوقينا اللي بيقرا ويتفهم وبعدين يطلع بناء عليها قرار. خلينا نقول ان احنا في سنوات كتير فاتت حصل تدخلات كتير من اطراف كتير جدا، لكن في 2000 السنه اللي فاتت الحقيقه مجلس الوزراء طلع توجيه ان اي اجراء يخص التجاره لازم نرجع لوزاره التجاره والصناعه الاول قبل ما اي وزاره تفرضه، وده كانت خطوه مهمه جدا. يمكن النهارده، يمكن احنا النهارده بنتكلم مع مصلحه الجمارك كل يوم في اي حاجه هتتحط. ليه؟ لانه حجم المعوقات كتير جدا، فاحنا دلوقتي بنحاول نقلل حجم المعوقات دي. فانا بتفق تماما انه البيئه الممكنه اللي يقدر فيها القطاع الخاص يشتغل والعاملين في الحكومه يشتغلوا، دي اهم حاجه عشان نطلع خطوه لقدام. الحاجه الثانيه المهمه برضو اللي انا بتفق مع حضرتك فيها، انه المشكله مش في الحد من الواردات، لان احنا لو احنا عندنا استراتيجيه تشجيع صادرات صح فهي في جوهرها حد من الواردات، لان انا هجيب مستثمرين. النهارده برضو هرجع للتجربه، احنا ما كانش عندنا شاشات الكترونيه ولا اجهزه منزليه، لكن احنا 2009 نتيجه الاجراءات اللي خدتها الحكومه بقى عندنا حجم استثمارات. الحجم ده النهارده هو اللي بيعمل لنا مثلا من الشاشات صادرات مثلا تعدي $1.5 مليار لوحدها، اللي هي اهم مكون في صادرات الصناعات الهندسيه. ده تراكم سنين، بداوا في 2009 بس بداوا يظهروا في 2011 و2012 والنهارده في 2023 وهكذا. محتاجين نحافظ عليه، ومحتاجينهم يتوسعوا، ومحتاجين نقنعهم بتوسعات الاستثمار دي. لكن ده مش هيحصل في بيئه متردده بتطلع الحاجه وتخاف تنفذها او تقول وعد وتخاف تنفذه. يمكن انا كقطاع تجاره خارجيه بالشكل الرئيسي عندي ادتين رئيسيين، سياسه التجاره وما تتضمنها من تشريعات ولوائح، وعندي الاتفاقيات اللي هي جزء مهم جدا من البيئه اللي بتهيئ للقطاع الخاص اللي تشتغل اللي هو يشتغل. برضو لو رجعنا ل 2001 هنلاقي ان اول استراتيجيه طلعت لوزاره تنميه الصادرات كانت في 2001، هي دي اللي درست تجارب الدول، هي دي اللي قالت انه ضروره اصلاح الاجهزه المسؤوله عن التجاره الخارجيه، هي دي اللي انشات اللي بناء عليها انشئ صندوق تنميه الصادرات، هي دي اللي قالت احنا كاتفاقيات محتاجين نروح فين. لو احنا شفنا سنه 2000 احنا كنا فين في ارقام الصادرات، يمكن انا هقول صادرات السلع الهندسيه مثلا وقتها كانت $475 مليون، النهارده بنتكلم في رقم يتعدى 4.5 مليار. الصناعات الكيماويه كنا بنتكلم في حدود 600 مليون، الكلام ده كان في 2003، النهارده بنتكلم في 9 مليار. مش كلها بتاخد دعم صادرات، لكن بنتكلم في ارقام حصل فيها نمو. ما هواش النمو المستدام اللي بتتكلم عليه الدكتوره عبله، الدكتوره عبله لما قالت انا مش ببص على معدل نمو الصادرات، لا احنا بنبص على معدل النمو المستدام اللي هو ان احنا بنخلق ترند للانتاج والاستثمار والصادر وبالتالي الصادرات. وهنا خلينا نقول ان جزء من اهدافنا ان احنا تشجيع المصدرين الصغيرين والمتوسطين، ده حاجه مهمه جدا، لكن ان احنا نحط مصر على خريطه سلاسل الامداد العالميه دي الحاجه الاهم. ليه؟ لان هو ده اللي بيعمل لي قفزه مهمه في الصادرات. يمكن احنا عندنا امثله الحقيقه برضو انا هقول من سنه لسنه، لكن هيك مثال مهم. احنا سنه 21 لما الحكومه اقرت برنامج لمسانده الصادرات تعامل مع الاثار الاقتصاديه للكورونا في 2020، حصلت قفزه في الصادرات وفي بعض الشركات ضعفت صادراتها. يعني احنا جبنا بيانات صادرات قطاعي وارجع جبنا الشركات عشان نعرف مين اللي يقدر يعمل القفزه دي. كان في زياده عامه ومرجع الزياده بس مش بس ان الصادرات بتاعتنا زادت، كان جزء منها معدلات التضخم العالميه، ده جزء مهم قوي في الرقم ال7 مليار اللي حصلت، لكن في الاخر خالص حصلت زياده في الصادرات. ده اللي احنا محتاجين نحافظ عليه. كصندوق تنميه الصادرات خلينا نقول انه الصندوق في برنامجه بيستهدف حاجات معينه من سنه 2010، ما هواش جديد، بيستهدف تعميق الصناعه وبالتالي بيطبق نسبه مكون المحلي. احنا النهارده الصندوق الحقيقه مجلس اداره الصندوق بيدرس
انه شهاده المكون المحلي ما تبقاش سنه تبقى سنتين. بس يمكن احنا محتاجين القطاع الخاص يساعدنا فيها. ليه؟ لان لما بيحصل انحراف ده بيخوف. يعني لما تيجي شركه كبيره جدا من الشركات المستفيده تاخد دعم وبعدين تديني مكون محلي غلط، ده بيخلي الناس كلها تخاف. لكن ده اجراء من الاجراءات اللي احنا شايفينه انه على الاقل هيضمن للشركه انها ما تروحش عند هيئه التنميه الصناعيه، وده الحقيقه بالتنسيق مع التنميه الصناعيه ان الشهاده تبقى كل سنتين بحيث ان احنا نقدر نحسب للشركات. خلينا نقول برضو ان احنا من سنه 2010 من بدايه 2011 ميزانيه الصندوق انخفضت بشده، وده صندوق في الاخر خالص بكل اجراءاته هو فلوس. لو في فلوس هنصرف، لو ما فيش فلوس مش هنصرف. لو عملنا ايه؟ مفيش فلوس خلاص. فبدايه من نص 2019 لحد النهارده الحكومه شافت الصندوق بشكل مختلف جدا. من الكورونا من شهر 4 2020 لا ادركنا حجم او اهميه برامج مسانده الصادرات في مساعده الشركات على استمرار التشغيل في ظروف اقتصاديه غير محفزه، في طلب عالمي شبه متوقف نتيجه اجراءات العزل اللي حصلت في العالم كله. فكان مهم، فوضح ساعتها انه احنا لازم نساند الصناعه. فبدات من ساعتها مبادرات سداد المستحقات من النص الثاني من 2019 وامتدادا يمكن لحد احنا خلاص بدانا المبادره السادسه. الحمد لله السنه دي 1/7/23 ميزانيه الصندوق لم تقل عن 28 مليار جنيه. ده مرتبط في جزء منه باجراءات احنا بنحاول نسهلها فيما يكرى للصندوق ان شاء الله في 1/7. ده توجيه من دوله رئيس الوزراء ان الصندوق في 1/7 هيقدروا المصدرين على سيستم يحملوا كل مستنداتهم. كل مصدر هيبقى عنده يوزر نيم وباسورد يقدر يدخل يعرف هو فين. جزء من السيستم اللي بتعمل معادله الحساب نفسها، لان احنا ما بنحسبش نسبه 10% من كذا، لا احنا بنحسب بناء على معادله بتاخد في اعتبارها المكون المحلي. نامل ان شاء الله ان احنا على شهر 10 يكون النظام ده متكامل، نقدر نقول فعلا ان احنا عندنا نظام رقمي متكامل جدا. يمكن انا هختلف مع حضرتك، التجربه التركيه بنك التصدير التركي بيدي ائتمان، لكن بنك التنميه الصادرات مش هيدي ائتمان. احنا بندي مسانده ما هياش ائتمان، وبالتالي لازم نفكر في الموضوع. كل الافكار مطروحه وكلها قابله للدراسه، لكن نفكر في الموضوع احنا بندي ايه وايه الاصلح للمصدرين وازاي. وده مفتوح لكل من يقدم فكره ان احنا ندرسها، لانه الافكار احيانا بتبقى كويسه جدا لكن عند التنفيذ بنواجه بمشاكل كتير جدا. انا بشكر حضرتك ومش عايز اطول اكتر من كده. شكرا. متشكرين قوي دكتوره اماني، عرض ممتاز وتاريخي، يعني برضو عرفنا ايه اللي كان بيحصل من 2000 لغايه دلوقتي. متشكر قوي. دلوقتي اجي الناحيه دي عند الدكتوره منى ناصر، مساعد وزير الماليه للمتابعه واداره المشروعات وتطوير الجمارك. اتفضلي. مساء الخير جميعا وشكرا على الدعوه الكريمه. ببساطه شديده يعني خليني اقول ان اي سؤال في نافذه ان شاء الله اقدر اجاوب عليه. الاسئله اللي في الجمارك الاداريه والاجرائيه اقدر اجاوب عليها. لو في حاجات فنيه هتبقى الزملاء من الجمارك كلهم موجودين يقدروا برضو يردوا. خليني بس ابتدي باختصار كده، هي نافذه بتعمل ايه؟ نافذة دي المفروض انها بتميكن اجراءات الجمارك. فاحنا كان قدامنا بديل من الاثنين، يا الجهات كلها تقعد مع بعض وتوحد الاجراءات وتبسط الاجراءات، وبعد ما تخلص شغل خالص نبتدي نميكن اللي احنا اتفقنا عليه. الجهات كلها موجودة من سنين، ولغاية ما ابتدينا نافذة ما كانش في توافق تم على المستوى المطلوب. فكان قدامنا الطريقة التانية ان احنا يلا نميكن الموجود مش زي ما هو الموجود، بس في الجمارك عملنا إعادة إجراءات لكن ما كانش بالتنسيق مع كل الجهات. أخدنا الجزئية اللي تخصنا إحنا بقدر الإمكان في التوقيت اللي ابتدينا فيه، فاشتغلنا وقلنا طيب إحنا هننفذ وبعدين نقعد نطور. نفذة طورت حاجات؟ آه طورت حاجات. كان ليها أهداف كتيرة، من ضمن أهدافها تبسط الإجراءات؟ لا طبعا في إجراءات اتبسطت، تقلل مستندات. إحنا دلوقتي بقت العميل بقى مطالب جبرا بأربع مستندات مش كم المستندات الكتير. الجهات بدل ما كانت بتشتغل ورا بعض لأن الورقة اللي مع المستخلص بتقعد تلف على الجهات، لا الجهات دلوقتي كلها فتحة السيستم في وقت واحد تقدر تشوف.
قللنا زمن الإفراج، قللنا زمن الإفراج مش تقارير مننا احنا، لكن تقارير البنك الدولي قالت إن زمن الإفراج اللي كان أعتقد 24 يوم اللي نزل دلوقتي لغاية 11 يوم وتسعة أيام. الفرق بينهم 11 يوم في الوارد العادي وتسعة أيام في الإفراج المسبق. لو حضرات يعني تحب أقول الفرق بسرعة، الإفراج المسبق ده إن احنا نراجع مستندات الشحنة نخلصها قبل ما البضاعة تيجي. حالة ما البضاعة تيجي مجرد ما احنا نفتح ونلاقيها مطابقة للمستندات تقدر تخرج في نفس اليوم، لكن لو لقينا في فتح الحاوية في اختلاف خلاص بتتعطل، لأنها بنسحب عينات بناخد إجراءات تانية. في العملية التنسيقية من وزارة المالية، ودي الحاجة اللي يعني زعلتنا كده في ان يعني قلت لنا ان وزارة المالية الجزء التنسيقي كان فيه قصور، بالعكس احنا يعني جادين جدا في ان احنا ننسق مع الجهات، سواء سلامة الغذاء طبعا، صادرات والواردات، حجر زراعي، حجر بيطري، احنا كل اسبوع بنقعد معاهم لازم على الاقل مرة واكتر علشان ننسق حاجات كتير. خليني اقول اهم حاجة اللي حضراتكم كلكم ممكن تكونوا حاسين بيها، حضرتك ممكن تبقى عندنا فعل اقتصادي. فعل اقتصادي يعني احنا مصدقين الشحنة اللي انت جايبها ومش عايزين نفتحها ونشوفها، فكجمارك بنقول لك اتفضل مع الجرين لايت اطلع. لكن اللي بيحصل ان الجهات الاخرى سواء مثلا صادرات او واردات او سلامة غذاء من حقها تشوف الشحنة. انا من ناحيتي قلت خلاص مش عايز اشوف. العميل في الاخر ما استفادش بالميزة. ليه؟ لان في جهة تانية بتشوف نفس البضاعة ما قالتش ان هو مميز، لان كل واحد فينا بيميز بشكل مختلف. فاحنا دلوقتي بنعمل اجتماعات، سيادة اللواء الدكتور اماني كلنا بنعمل اجتماعات علشان نقول حضرتك لما تبقى مميز تبقى مميز عندنا كلنا عشان تستفيد بالميزة دي، وإلا يعني خلاص بتروح. لأن إن في حاجة مهمة قوي الجهات الرقابية بتعملها اسمها الفحص الظاهري. حضرتك حتى لو كنت قايمة بيضة في الصادرات والواردات أو في سلامة الغذاء لازم يفتحوا الحاوية يبصوا بس كده ويقفلوا. طيب دي بيسموها فحص ظاهري، هل بتاخد وقت؟ عندهم ما بتاخدش وقت، هم بيعملوا الإجراء ده بسرعة، ولكن مش هم اللي بينزلوا الحاوية ومش هم اللي بيطلعوها وبيقفلوها. فهيئة المينا اللي بتقعد تجهز الحاوية دي عشان تنزل تسيب لها مكان وتديها دور، وبعدين الزملاء يجوا يبصوا عليها ويقولوا تمام ويقفلوا عشان يرجعوها تاني، دي برضو بتاخد إجراءات. احنا قاعدين دلوقتي والزملاء فعلا بيدرسوا، وعرضناها في مجلس الوزراء ان احنا نبتدي نستغنى عن فكرة الفحص الظاهري علشان حضرتك اما تكون مميز تبقى مميز عندنا كلنا، وهنشوف كل واحد فينا بيميز العميل على اساس ايه، وياخد المميزات المشتركة تبقى دي البداية او الخميرة اللي بنبتدي بيها نقول الناس دي مميزة عندنا كلنا بسبب الضوابط دي، تعالوا بقى ازاي نتوسع. دي نقطة. نافذة عملت كتير زي وحدة الاجراءات، مش هي اللي وحدت لكن هي كانت كاشفة. كل واحد زي ما حضرتك أشرتي إن فعلا كان ممكن في مينا بضاعة معينة بتطلع بسرعة، وفي مينا تانية البضاعة نفسها بتاخد وقت طويل، بتاخد سعر في المينا دي غير السعر ده. طب هي نفذة عملت إيه؟ مجرد إن إحنا دلوقتي بقينا قاعدين على شاشة أقدر أستدعي البيانات بتاعة الجهات الأخرى، الزملاء في الجمارك اللي قاعدين، الزميل اللي قاعد في دمياط يقدر يشوف السلعة دي اتسعرت في اسكندرية بكام عشان لما يحط الأسعار بتاعته يبقى يعني مقتنع بيها. هل الموضوع ده كمل للنهاية؟ لأ. ليه؟ لأن إحنا سايبين له إن هو يقدر يفتح الشاشة ويشوف الأسعار في كل المواني، لكن ما أجبرناهوش يعمل كده. فإحنا دلوقتي بنعمل تعديلة في نافذة اللي هي بتخليه المتمن ما يعرفش يدخل يحط السعر إلا لو اطمنوا إن هو داس على زراير تدخله على سعر السلعة دي في المواني التانية علشان ما ياخدش السعر زيادة قوي أو أقل قوي. اللجان المشتركة، اللجان المشتركة إن إحنا بننزل كلنا مع بعض في المينا. الأول كان اللي بيحصل إن الجمرك يفتح الحاوية ولازم يبقى صاحب الشأن موجود، تبتدي الجهات الرقابية كل واحد حسب الظروف بتاعته. يعني لو إحنا بصينا دمغة والموازين مثلا، دمغة والموازين بيبقى عندها موظف واحد في اسكندرية، لكم أن تتخيلوا حضراتكم أن موظف واحد في الدمغة والموازين بيشوف مينا اسكندرية وبيروح مينا الدخيلة، بيروح مستودع رجب، بيروح مرغم، بيروح بيروح بيروح. فده علشان أقول له خليك قاعد كل يوم واجي أكلم مثلا دمغة والموازين يقول لك إيه أول كلمة؟ ما عنديش موظفين، ما فيش تعيينات.
انا بتكلم من ارض الواقع، لان يعني انا مش من الناس اللي بتبقى يعني ما اعرفش حد يبقى عارف ولا انا مش بقعد في المكتب واقعد اتفرج ولا بمسك ورق وفره. احنا بننزل وبنشوف المشاكل الحقيقيه، بس احنا بنحاول نتغلب عليها بطريقه او باخرى. لو ما كانتش اتحلت من الجذور، على الاقل بناخد خطوه لحلها لغايه لما نقدر نخلصها. يعني في حاجات لازم تعديل تشريعي، انا مش هقدر اعمل تعديل تشريعي، لكن اقدر اقترح تعديل تشريعي. واحنا كمان يعني بنلام ان احنا ساعات بنتدخل فيما لا يعنينا، ما بتبقاش شغلانتي، لكن انا بشوفها انها مشكله فلازم اصعدها واقول لا في مشكله في الجهه دي، فلو سمحتوا رئيس الجهه بس يبص بصه كده عليها ويشوفها. اي جهه في الحكومه كانت بتيجي تقول لنا لو سمحت ما تعديش البضاعه دي غير ما اشوفها، الجمارك ملهاش انها تناقش. مؤخرا جالنا التعليمات من مجلس الوزراء، وكان في اجتماع اتقال ايه، المفروض الحاجات دي لازم بموافقه التجاره والصناعه، صح يا فندم؟ فبقينا نقول ايه، اي جهه تبعت تقول لي انا الحاجه دي عايزه اشوف القلم ده بس ما كانتش بتشوفه قبل كده، انا ما بقولهاش حاضر، بقولها لو سمحتي هاتي لي الاوكي من حد مركزي في التجاره والصناعه، علشان اما يقول لي اوكي يبقى هو شايف الخريطه كلها الناس دي بتعرض على مين. تسجيلات عندنا الجمرك يعني حقيقي تعبان فيها جدا، لان كم الجهات اللي عندنا، على فكره احنا كنا 53 جهه بتشوف البضاعه، 53 جهه دول التطوير اللي عملته برضو نافذه، ان احنا قلنا لا مش هينفع ان كل جهه يبقى عندها هذا يعني الكم. خليني اقول الحجر الزراعي او وزاره الزراعه، وزاره الزراعه كان فيها 11 جهه بتشوف البضاعه، فاتفقنا مع معالي وزير الزراعه على ايه، ان هيبقى في حجر زراعي وحجر بيطري بس يجبوا ال11 جهه اللي عنده، وهم داخليا يخلصوه، لكن احنا بالنسبه لنا وبالنسبه للمستورد ياخد موافقه الحجر الزراعي. احنا اشتغلنا حاجات كتيره، انا مع حضراتكم احنا ما وصلناش للي احنا كان نفسنا فيه، لان مخططنا كمان اتغير. احنا في الاول كنا بنخطط ان احنا نبقى نافذه، فواخدين اجراءاتنا الجمركيه والجزء بتاع اللجان المشتركه الشهاده الجمركيه، احلامنا توسعت، دخلنا في الاي سي اي وما كناش خلصنا التطوير بتاع نافذه، فالاي سي اي ده خدنا في دنيا تانية خالص اسمها توكيلات ملاحيه وبنك مركزي وبنك جوه وبنك بره والهيئه المواني، ده كله خلاني الفيجن بتاعتي اتغيرت، فانا ما بقتش عارفه اطور اللي في الاول، حاجات كتير اختلفت، التطبيقات اللي احنا عملناها اضطرينا نعدلها بسبب اختلاف الهدف، فده انا برضو ما اقدرش اهمله. زمن اللي احنا اتكلمنا على زمن الافراج وتبسيط اجراءات التوحيد، زي ما بقول لحضراتكم ممكن مينا السخنه كانت بتخضع حاجه معينه، خليني اعترف يعني اعتراف يعني حقيقي ان احنا في الجمارك المفروض التسجيلات تبقى مميكنه وبس، يعني التسجيلات تجري تقول ازازه الميه دي تتعرض على انهي جهه، ولكن كلمه ولكن يكمن يعني الشياطين كلها بتكمن فيها دي، ان ممكن الزميل اللي فتح الحاويه يلاقي انه التسجيلات الالكترونيه ما بتعرضهاش، بس في وجهه نظر عنده عاوز يتأكد منها، فبيقوم ضايف جهة يقول لا طب أنا عايز بقى الجهة دي تشوفها. بنقلص هذا الموضوع، يعني أنا ورا الموضوع ده إن شاء الله لغاية لما يبقى زيرو، إن إحنا يبقى كله مميكن تماما، لكن دي بتحصل أو بتحصل. تمام، معلش أنا يعني قدامي دقيقتين أخلص على طول. أنا دلوقتي بمنتهى البساطة أي جهة بتطلب مني بيان أنا أقدر أطلع البيان ده، ما اعتقدش ان ده كان حالنا قبل كده. قبل نافذه احنا كنا بنطلع الشغل يدوي من دفاتر، وكل واحد على حسب ما عارف يجمع، وكل مينا حسب مفهوم هي بتجمع ايه. اما اجي اقول له شهادات الوارد، في واحد بياخد الوارد العادي، في واحد بياخد الوارد والمسبق مع بعض، فبتجيلي ارقام اجي ادقق بعد كده الارقام الاقي فيه تضارب. دلوقتي هي تقرير اسمه ايه، كلنا الاسم ده ليه معنى واحد، كلنا بنطلع نفس التقرير بنفس الأرقام، غير قابل إن هو يتأول أو يتعدل فيه حاجة. فأنا بشوف لا دي حاجات كانت من يعني من نافذة فعلا عملتها، وأنا بأكد ما عملناش حاجة تذكر من الحلم بتاعنا الكبير إن إحنا نحوكم ونبسط، لكن إحنا في الطريق، لو في مستجدات بإرادتنا أو من غير إرادتنا إحنا لازم نواجهها ونشتغل عليها. سريعا كده
نظام المخاطر، المخاطر كمان احنا برضو بنشتغل عليها، حطينا منظومة مخاطر جديدة في الجمارك، وبنحاول ان احنا عملنا اجتماعات في الفترة الاخيرة برضو مع الصادرات والواردات وسلامة الرزاق والجهات الاخرى علشان نشتغل على المخاطر مع بعض، حتى لو كل واحد فينا عنده منظومة مخاطر يبقوا مربوطين ببعض علشان في الاخر العميل يعرف هو طلع بايه، يعني هو استفاد ايه. فدي برضو حاجة مهمة جدا يعني طلعنا بيها من موضوع نافذة. إيه لو في أي حاجة بقى أنا سبتها حضراتكم قولوا لي. شكرا جزيلا. شكرا قوي دكتورة منى. في follow up questions بس نرجع لهم إن شاء الله. دلوقتي عايز أرجع تاني للناحية دي، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تفضل يا فندم. السلام عليكم. طبعا في الأول بحب أشكر المعونة الأمريكية وبشكر المركز المصري ودكتورة عبلة وفريق عمل على المجهود الرائع اللي تم وعلى الدعوة الكريمة طبعا، وطبعا أشكر كمان الحضور جميعا على حضورهم واهتمامهم بالموضوع، ده بيدل على إن الموضوع ذا أهمية كبيرة. يعني يمكن محتاج أقول في الأول من وجهة نظري إن المؤشر الأول من وجهة نظري النجاح الصناعة هو الصادرات. الصادرات تعتبر مؤشر أساسي ومؤشر رئيسي لنجاح الصناعة في أي دولة، وبالتالي معدل نمو الصادرات مقارنة بالدول اللي حوالينا والمنافسين ده موضوع مهم جدا. ولكن واضح إن إحنا وإحنا بنوثق لحياة المنتج خدنا الجانب الحكومي، وده كويس يعني عشان نقدر نقول المشكلة فين. ولكن أنا محتاج أرجع خطوة زي ما الدكتورة عبلة كانت أشارت إن الصناعة نفسها في حد ذاتها في الأول هي الممكن الأساسي للصادرات. فإذا أنا ما اتكلمتش على صناعة وجودة منتج، وما اتكلمتش على كمان في نقطة مهمة جدا على مهارات موجودة للتصدير والاستيراد وسلاسل الإمداد، المهارات مطلوبة ومهمة. وهنا يمكن مش بتكلم بصفتي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتكلم بصفتي اشتغلت 30 سنة في القطاع الخاص. ينقصنا في مصر مهارات سلاسل الإمداد ومهارات الاستيراد والتصدير، هذه المهارات ناقصة جدا جدا في مصر، ودي بتؤثر بشكل كبير جدا على قدرة الشركات على الصادرات. ويمكن الدليل على كده ان احنا لو خدنا عدد من الشركات اللي بتصدر هنلاقي في شركات ممكن تاخد الأرقام والأيام اللي مكتوبة عندنا اللي شفناها النهاردة، وفي شركات بتاخد تقريبا عشر هذا الوقت، أقل من عشر هذا الوقت. ده معناه إيه؟ معناه المهارات المهمة جدا في إزاي أقدر أستورد أو إزاي أقدر أصدر كمان بتأثر بشكل مهم، وده في القطاع الخاص أساسا. ولكن الحكومة دورها إيه في هذا الموضوع ورفع المهارات؟ ده موضوع أساسي. الموضوع المهم جدا بالنسبة لنا في التنمية الصناعية احنا بنتكلم على حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولية هي المكون المحلي وشهادة المكون المحلي، ودي بتطلع مرة كل سنة، والدكتورة أشارت أنها ياريت يبقى كل سنتين. والحاجة الثانية هو السجل الصناعي اللي بيقدر يستورد بيه، وإحنا يمكن بسطنا الأمور في موضوع السجل إن إحنا بدل ما كان السجل لما بيخلص بيتجدد في وقت انتهائه ادينا شهرين بدري بحيث يقدر يجدد السجل بدري ما يوقفش الشغل او التصدير او الاستيراد. وكمان عملنا حاجه اسمها السجل المشروط عشان ييسر ويسرع وما يعطلش حتى لو عنده اجراءات مش مناسبه. الاهم برضو والنقطه اللي انا كنت محتاج اشوفها او اتكلم عليها طالما بوثق لدوره الحياه، بتكلم على هيكل الصادرات المصريه. هو مين اللي بيصدر في مصر؟ هي كام شركه بتشيل ال 85-90% من الصادرات في مصر؟ هي الشركات الصغيرة والمتوسطة دورها ايه في هذا الموضوع؟ لان الموضوع هو موضوع متكامل. يعني انا مش عايز اقول ماذا لو ان الحكومة فتحت كل الاجابات وحلمنا ان كل اللي اتقال ده اتنفذ النهاردة، هل الصادرات المصرية ستزيد؟ فتحنا وبسطنا ونافذة بقت سريعة جدا ودعم الصادرات بقى سريع جدا، لا احنا عندنا حاجات تانية وممكنات اساسية، عندنا منتج، جودة منتج، مواصفات، خبرة عملية على الارض في الانتاج والتصدير والاستيراد. السلسله والفاليو تشين ما بتوقفش فقط عند الاجراءات، ولكن الاجراءات هي مرحله اخيره. ويمكن الدكتور عبله في اول كلامها قالت ان الصناعه بتبدا من الاول، من اول الريجستريشن، من اول التسجيل. انا بقول يا دكتوره ان الصناعه بتبدا من اول ما هي الصناعه ومواصفات المناسبه للصناعه، المنتج الذي
يصدر ده منتج خد مواصفه وخد جوده ومشي باجراءاته وفي مهارات موجوده عند الشركات تقدر تطلع منتج جيد في الاول، منتج قابل للتسويق لاسواق مستهدفه، وده نقطه مهمه جدا. لكن النهارده لو انا رجعت عند وليس وما بتكلمش ده بصفه الحكوميه، صفه ان انا مسؤول عن هيئه التنميه الصناعيه، لا بتكلم ان انا اشتغلت جوه القطاع الخاص. القطاع الخاص محتاج ان احنا ازاي نساعده على انه يرفع مهاراته ويرفع جودة المنتج بتاعه طبقا للأسواق والمواصفات، وجودة المنتج مع تنافسية في الأسعار وتنافسية في القدرة على الإنتاج والتصدير. فالموضوع إذا كنت بوثق لدورة حياة منتج من حيث التصدير والاستيراد فلازم أبدأ من البداية. مش عاوز أطول كتير، وعاوز أقول إن هيكل صادراتنا محتاج يتعدد النظر إليه. هيكل صادراتنا بيركز على عدد قليل جدا من الشركات، نسبة قليلة جدا هي اللي بتعمل أكبر عدد من أكبر كمية من الصادرات، وده خطر في خطورة شديدة جدا. لأن في حالة نرى الدكتورة أشارت إلى إن موضوع الشاشات بيشكل 1.5 مليار دولار من الصادرات، ماذا لو شركة زي كده أو شركتين زي كده أو ثلاثة حصل أي متغير. وبالتالي موضوع الصادرات والواردات مهم جدا إن احنا نركز على السلسلة، على تكامل الفاليو تشين. المهارات نمبر وان بالنسبة لي، لأن المهارات هي في الصناعة هي اللي تؤدي للجودة والتنافسية، والمهارات في سلسلة التصدير والاستيراد وسلاسل الإمداد هي اللي بتساعد الشركات. في شركات بتقدر تخلص بسرعة وتستورد بسرعة وتصدر بسرعة وتقدر تعملها، والكلام ده أنا بقوله من واقع عملي على الأرض. وفي شركات ما بتقدرش حتى بنفس المعوقات وبنفس المشاكل اللي موجودة. وبالتالي هنا الموضوع عشان يتزن لابد أن يكون في طرفين، القطاع الخاص والناس اللي في القطاع الخاص أو الشركات اللي بتصدر تبقى عندها القدرة على فهم الموضوع والخبرة والسرعة في الإنجاز، ودي قليلين جدا. وأنا بقول هو إن قليل جدا من الشركات اللي عندها قدرة على سكيلز والمهارات بتاعة الاستيراد والتصدير وفهم الموضوع وفهم الأسواق ودراسة الأسواق وكيفية التصدير. أنا مش عاوز أطول أكتر من كده، وأشكركم جدا، وفي النقاش إن شاء الله ممكن نخش في موضوعات يعني تفصيلية. شكرا. شكرا. احنا بنشكر حضرتك محمد بيه عبد الكريم.